السلام عليكم المتابعين ديالنا، مرحبا بكم عندنا في المنزل ديالنا. وانا كنت جالسه كنشوف في التليفون، تنشوف صحاب اليوتيوب كيخدموا في التليفون، وانا نقول غنوض مثلا ندير القناه ديالي. ملي درت القناه ديالي صافي تشجعت، وليت كندير كل نهار قناه، كل نهار قناه. كاين نهار كندير فيها جوج قنوات، جوج فيديوهات. ايوا متابعين المتابعين ديالنا وشكرا ليهم، وما كيخسروش لينا وحنا ديما معاكم. كندير بحال في الدار انا ديالي كلها، كنشقى تنوريهم الشقه ديالي، تنطيب، تندير الحلوى، تنعجن، اي حاجه درتها في الدار تنوريها لهم. الروتين ديال الدار كله ديالنا كنديرو معاهم. كيعاوني ولدي امين حسمان امين، التصوير في المونتاج انا ما كنمونطيش، كيمونطي ليا ولدي. انا كندير الفيديوهات وكيمونطي ليا، بعض الخطرات هو كيدير معايا فيديو الله يرضي عليه. مصطفى ابو النجاح، سين 24 ساعه. كنشكر اشواق على الحضور تاعو والاستضافه تاع المره الثانيه عندي، وكنشكر الصحفي جيراري اللي انه ديما كيتابعني. وهذا ما كان الفكره كيفاش جاتني، كنت شحال ديبوزيت على انها تخدم معايا وما جابتهاش الوقت اللي ضرر، انني ما كانش عندي الوقت، وكنت مضطر انني كنخرج على مدينه جديده بزاف. وفاش قرب رمضان تلاقيت معها صدفه في احد المقاهي، وبوزيت على الفكره، قلت لها علاش كاع ما نديرو شي سلسله اللي غتكون زوينه واللي غتعجب المشاهدين. في الاول رفضت، على اساس انا قلت باللي سلسلات انا ما عمري ما اول مره غندير هذه التجربه، وما عنديش، ما عمري ما واجهت الكاميرا ولا انني متلت مع شي واحد. الا كان انك غادي دير خاصك تشد ليا بالخاطر تاعي، وانك تقف معايا حتى انني نطلع. وهذا ما الصراحه كانت كتحفظ، وكنا محكمين ان بالوقت تاعنا باش اننا نسربيو الحلقات. وكانت متوتره بزاف في ناحيه تاع التصوير، حيت ما تصورش في مدينه جديده. سلسلة تاع دايا البوز متصوراتش في جديدة، تصورات في أزمور. داكشي علاش كان كياخد بالحكم أنا الوقت، وكان عندها شاب من ولدها باقي صغير، كانت أنا كتجيلي للدار خاصها ترجع بالوقت وبزاف الحوايج. صح ودازت واحد التجربة اللي زوينة وعجباتني أنا، بخصوص أنا بعدا عجباتني أنا نخدم مع الحاجة. وكان غيكون معنا شخص آخر لإلهام أبو النجاح، لان الظروف تاع القرايه تاعي اللي مخلاتهاش انها تكون حاضره معنا في هذه الحلقه، تاع اساس انها تاعي كانت مضطره انها ما تحضرش اليوم لسبب انها كانت تاعي بزاف، لقات مشاكل مع والدها. واش غنقول لك، انا بغيت الطموح ديالي بغيت ندير كثار من هذا الشيء وندير كثار من جهدي. ومع ابو نجاح حتى هو الله حفظه، حتى هو عاوني ودارني في القناة ديالو، وكنشكرو بزاف بزاف بزاف. وكنشكر المتابعين ديالو حتى همايا اللي كيتابعوني، وكنشكر الصحاب اللي كيكتبوا لي في الكومونتيرات، وكل شيء الناس كتبغيني. وحتى انا كندير شي حاجه زوينه، ماشي كندير شي حاجه خايبه. واش نقول لك، راه شحال من حاجه كتوقع، وكنبقى ديما كنقول لا ما غنديرش هذيك الحاجه، لا حتى في الفيديو ما عجبتنيش ما نديرهاش، وتنبقى عاوتاني ندير حاجه اخرى وحاجه اخرى. طبعا كاين واحد السلسله تاعت يوميات سندس وعباس اللي كانت صورتها معايا، وصورناها في المنزل تاعها، وكنت تهرست من رجليا وتحبست التصوير تاع السلسله. وان شاء الله غيكون جزء ثاني تاع سلسله تاعت يوميات سندس مورا رمضان الا بغى الله، وغتكون باحترافيه اخرى وبتصوير اخر. واش غنقول لك، انا تنشكر المتتبعين ديالي، وكنعاود نشكرهم، وكنقول لهم زيدوا في العمل ديالكم وطلعوني وخدموا معايا،
وديما كونوا في جنبي ماشي غير معايا، مع اي قناه كتعجبكم دخلوا ليها. الرساله الاخيره اخويا كنشكر اشوق على انا صادفتني، وكنشكر اي واحد وقف معايا فاش انا مشات لي القناه ولا وقف معايا من قريب ومن بعيد، وكنشكرك اخويا الجيراري. وحاجه واحده اللي غنقول هي انكم خاصكم تعاونونا حيت كنديروا مجهود بزاف، وكنتعدوا على هذا المحتوى اللي كنديروا. وكنشكر حليمه انها وقفت معايا وقفه واعره وتاع الرجال، ماشي نقول زعما خدمت معايا كأم. انا في الدور تاع السلسله عطيتها قلت لها تختاري واش تكوني ام تاعي انا ولا الام تاع إلهام، قلت لها غنختار الام نكون تاعك انت، حيت انا كنحس بالاولاد وانني راه عندي انا ولدي قدك، وان اللي كان صور لنا السلسله كان ولدها امين وكان ضرب معنا تماره، وكنشكرو حتى هو من هذا المنبر. وكنشكرك لاله حليمه، شكرا لك، شكرا لك. ولاله حليمه حتى هي بالمناسبه انني كنت كنسالها سميتها وكنت كنقول لها نجات. انا كانت كتقول لي نجات. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.